وكنا ثقين في راسنا، كنا عارفين اننا غنجيو بحال تنقولوا هذيك غير كبوه يعني في الاول، بحال سي الصفيقه صفقاتنا ووفقنا. ولكن الحمد لله يعني اليوم برهنا كان فريق المغرب تطوان عنده فريق يعني لا خوف عليه، يعني غير البدايه ما يدخلنا شويه الشك، حنا ثقين في راسنا ان شاء الله نديروا موسم كبير ان شاء الله هذا الموسم، وان شاء الله نرضيو الجماهير ديالنا والاداره ديالنا ان شاء الله باذن الله.